عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في فلوج جديد. اليوم الفلوج متاعنا باش نعملوا تحدي ضيق، باش نلعبوا الكارتا اونو في جروب وانا وبعديك اللي باش يخسر باش نحكموا عليه حاجه. تو كي ما نعرفش شنو اللي نشوفوا شكون باش يخسر وبعديك باش نشمتوا فيه. باش نبداو وانا حضرنا الطاوله وكل شيء، باش نبداو نلعبوا انا وثلاثه واحد اخرين معايا اللي جاريتوهم قبل في الفيديوهات. حضرنا توكي الكوارت اونو باش نلعبوا، ان شاء الله ضايع يخسر ريتوها ضايعش باش نشمت فيها يا انا يا ساره يا صديم يا نسيم، واحد منا باش يخسر. باش نبداو نلعبوا توكي ونشوفوا اللي باش يخسر باش نشمتوا فيه. ان شاء الله تجيني الورقه هذه، جات بالزهر خاطر. هذه اللي تحكم مش هيك؟ اي نعرف هذيك اللي تحكم، اما احنا اللي باش يخسر بعد كي زاد باش نحكموا عليه. مشيت معاك نقصد ربي. تك خليه هكا هاي نسي صار صدام عادش برشا ديجا. عشرة هذه نلعبوا فيها احنا اللي تجيه بلس 10 يعطي صاحبه 10. هنا نزيدوها 4 توي كي. هاي باش نعملوا في الكتاب. صديم سماح 14 مع بعضهم حلوين. كرني نزيدوا وين هضمنا يولي احلى. خمس. لا ما 10. ليش؟ 14. صديم اشترى الكوارت. روح ندم الكل. كاتبين في صديم اضم يا الزاص. ياه. نعطيك هذي. انا هذيك. الاخرى الدور الجاي. الاخرى الدور الجاي. انا شارح نحب صديم يا اخي. نتكتلوا عليه يلزمنا ثلاثة نخسروا صديم. خاطر عندي فكرة سمحة يا اخي. لازم صديم يا اخي. هذوما زوز. شكون يجي يلعب معايا؟ خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة صديم. اونوا. زيدوا كمان جبنا بيتزا من أغلى البيتزات في قليبيا، بيتزا بدينا شوفوا بيتزا كاملة بدينا بيتزا شوية فروماج شوية تن أمورها مريق ليس تقديم أنت تقديم أنا أصلا ثلاثة أنا كملت نزلت اللعبة بين هما ثلاثة واللي باش يخسر أنا الفرهد توكيا مانيش خاسر هما باش نشمت فيهم توكيا. نسيم توكي كامل خرج منها زادة بالكارتة الأخرى هذه يبدل السونس تقعد اللعبة بين صديم وسارة. أنا ما تليش حاجة. هاي عندكم زوز ايه؟ أنا الحكم توكي في اللعبة هذه. تبلوكيه تعود تلعب أنت. أونو. الصديم باش نفرحوا بيه. المتعه الشميته خاصه مع صديم. صديم توكي انا باش انا عندي زوز اقتراحات ديجا. الاقتراح الاول نقرعوا له. الاقتراح الثاني
يا قبل ورجع مقرع شعر مقرع شعر مقرع شعري شوف تقرع فيه مسكين عندي اربع شعرات باهي الاقتراح الثاني انا ديجا مخمم فيه مزوز قلت عليا ولا عليا الاقتراح الثاني باش نعملوا له المكياج اوكي شنو رايك في المكياج مكياج مريقلين مكياج مريقلين شنو شعورك انت صدام كيف نعملوا في المكياج تاعك نورمال نطلع اسمح مني اسمح منك صدمت اوكي باش نشمتوا فيه باش نعملوا المكياج شطار حضرنا له المكياج الكليكية واهو انا ما نفهمش راني في المكياج برشا انا نشوف لنا ثم ذي لي باليت يودا باوتي كيكا هذوكم لي فانسو وكل وسي صدام حاضر واهو لنا شنو جاوك صدام باش تطلع عروسه الليله الله غالب جبت الراحك خويا لا يفرح لي بيه فرحه سمحه لا عاد اغزر لي باش نغنيو لك الليله عرسي الغوجه لا بغلا والواحد طلعانين لا وضم لي لا عاد اش خليت انت جبت الروح صديم تو معاش عندك الحق تتكلم تمد راسك تسكر عينيك انت يا فختوك واش مكياج هذاك واش مكياج لا فزا عمري ما شرفت We'll be right back.
سو بيها صديم. شو امورك تا اوكي مريقل؟ تحس وجهي باش يطيح برجولي باش بالرسمي والله منحب نسيك المراه لوا شي اش يهز في وجوه ولا الاولاد كيما ريتو صديم بعد ما خسر التحدي نتاع الاونو الله غالب. انا كنت نخمم من الاول نقرع له بعد كي قلت يا عندي يا عنده وليد دورت له مكياج خايف له هو ناحي شعره ولا ريت ان شاء الله عجبكم الفلوق نتاع اليوم. ما تنساوش تعملوا سبسكرايب اذا كان اول مره تدخل فرش الفيديو نتاعي وتعمل لايك وكومونتير. الى لا بروشين ان شاء الله في فلوق جديد. ميرسي.